نقطة مهمة يجب إدراج ديالها في هذه الوقفة الاحتجاجية. تسمى العبس القريب من فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في المغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة الكرام، يقول مولانا جل علاه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكرام، لقد ودعنا هذا اليوم أخا من إخواننا وصديقا من أصدقائنا ومناضلا فدا وباسلا من أشاوسنا وأسودنا. نعم، لقد ودعنا في جو مهيب يسوده الخشوع والتضرع إلى الباري جل علاه بقلوب ونفوس حزينة وعيون دامعة أخونا وحبيبنا السي محمد فقرو الذي وافته المنية فجر أمس بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل على إثر مرض العضال لم ينفع معه علاج رغم كل المجهودات والتدخلات الطبية، لكن لا مرد لقضاء الله، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه سبحانه سبحانه. وعلى إثر هذا الخطب الجلل الذي أم بهذه العائلة المحترمة وعلى إثر هذا الخطب الجلل الذي ألم بهذه العائلة المحترمة يتقدم المكتب المسير التنسيقي المحلي بمكناس أصالة عن نفسه ونيابة عن كل قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين بمكناس بكل أطيافهم وألوانهم بأحر التعازي إلى العائلة المنكوبة، سائلا المولى جل قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في المقابل أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعلهم من الذين قال فيهم الله تعالى: وبشر الصابرين. لقينا بدوره شيئاً ولا يلقيون إن يهيد المفيد العالم مبين إني أحد بربكم أسمعون أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحمد لله كما أنزلنا على قومه لبنيه من ظلم السماء وما كنا مرسلين إلا حمدا حمدا والعيد والمعيد وهم صامدون يا حسرة على العباد ألم يروا كما ملكنا قبلهم من القرون يمشون إليهم لا يرجعون وأنذرهم على جميع الذين محضرون ولهم لهم لهم الحزن حينها ولهم الله الأحد فلا تأكلون.
وحشرنا فيها من عيون كل مطلبه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها قدرات الفرق وللأرض من ما لا يلمون لهم الليل سخ منه النهار أفإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كنتم كديروا استكمال الوحده الترابيه كان دائما يشيد بكم المجتمع المدني بجميع المقومات ديالو بجميع الهيئات السياسيه ولا النقابيه ولا الجمعيات ولا الحقوقيين كان دائما يشيدون بالقوات المسلحه الملكيه لما تؤديه من مجهودات قيمه في استكمال الوحده الترابيه. واليوم اي صامته انتم كتخرجوا ولكن ساكته. ولهذا راه جاء حان الوقت ان نرفع السقف لما لا ختم ضريبي جميع المواطنين المغاربه يمشي لكم انتم حقكم. لقاش نهار كنت كدير استكمال الوحده الترابيه فكان هو يعيش الهناء يشع الاستقرار يعيش كل شيء فكان بكل صراحه قال كيبني المستقبل ديالو او جينيرال. فكان فاش كنت اللي خدمته كيروح لدارو ماشي الجدران اللي كانت كتأمنوا فانتوما اللي كنتو كتأمنوه وانا الاوان ان تطالبوا بعد الحق. لما لا ختم ضريبي حنا كنا كنتظروا لو فعلا كانت ضمائر حيه حنا كنا كنتظروا هاد الناس هادو يوقفوا بجنبنا ويقولوا لنا على الاقل غير اعتراف يقولوا لنا انتم اصحاب حق. ولو كانوا فعلا بديك الدرجه ديال ذاك راه لما لا خصم ضريبي لكل مواطن المغاربه يمشي لهذا الشارع هذا وهذا ما كنسعاوش هذا حقنا يجب ان نطالب به يجب ان نطالب جميع المواطنين المغاربه. لحقاش الا كنا كنقولوا الوطنيه وتقولوا وطنيين حتى النخاع لا اظن الوطني هو المحارب القديم الوطني هو العسكري القديم. لحقاش هو اللي تعرف ما معنى الوطن هي الارض اللي كتحوي المغاربه كاملين هو القلب الدافئ اللي كيحضنهم كاملين ولكن هما هداوه اغلى ما عندهم هداوه الدماء ديالهم هداوه الاشلاء ديالهم وحان الاوان للمطالبه هذا الحق هذا للمجتمع المدني ككل. تحيه طيبه للجميع.